السلام عليكم، ازيكم يا دكاترة؟ أنا دكتورة دعاء، مدرس مساعد في القسم. إن شاء الله هشرح لكم النهاردة Conventional Isolation and Identification Methods، الجزء الثاني من الكالتشر ميديا، وده استكمالا للجزء الأول اللي شرحناه السكشن اللي فات. Intended Learning Outcomes، بنهاية السكشن مطلوب مننا نبقى عارفين إيه؟ مطلوب نعرف Different Types of Culture Media، الأنواع المختلفة للكالتشر ميديا، كل نوع المفروض نبقى عارفين الكونستيتوينتس، الأبيرنس، ستيريلايزيشن اند يوزز اوف ذيس ميديا، وأخيرا الرول اوف كالتشر ميديا ان بكتيريال ديتكشن اند ايدنتيفيكيشن. عرفنا ان اول خطوات اللاب دايجنوزز اوف انفكشوس ديزيزز هي السبيسمن كولكشن، والسبيسمن دي انا بختارها بناء على الكومبلين والساين والسيمتومز اللي البيشنت جاي بيها، بختار السبيسمن بتاعتي. بعد ما باخدها بعمل لها ايزوليشن على كالتشر ميديا، وبعد ما بعمل ايزوليشن بعمل ايدنتيفيكيشن اوف مايكرو اورجانيزم بطرق مختلفه ان شاء الله هنتعرف عليها في السكشن النهارده. كل ده بعمله ليه؟ عشان اوصل لديفينيت دايجنوزز ببلغ بيه الدكتور، وبناء عليه بيختار البروبر تريتمنت اللي هيديها للبيشنت بتاعي. قسمنا اللاب دايجنوزز عندي لحاجتين، اول حاجه الدايركت دايجنوزز، وسميناه دايركت ليه؟ لانه بيعمل دايركت ديتكشن للاورجانيزم او الباثوجين بتاعي. ازاي؟ عن طريق اول حاجه الدايركت فيلم، باخد السبيسمن بتاعتي دايركتلي كده واحطها افردها على السلايد واصبغها بجرام ستين او اني سبيشال ستين، وابص تحت الميكروسكوب شكل الاورجانيزم نفسه اكوردنج بقى للمورفولوجي والارنجمنت والرياكشن للجرام ستين، هيديني هنت مبدئي مين الاورجانيزم اللي انا شاكه فيه او اللي عامل الانفكشن. برضو بزرع السبيسمن بتاعتي على كالتشر ميديا، بعمل لها ايزوليشن على كالتشر ميديا، وبناء على الكالتشر كاركتر والكولوني مورفولوجي شكل الكولوني بعرف مين الاورجانيزم بتاعي. ممكن اعمل ديتكشن للبكتيريال انتيجين، لو في انتيجين سبيسيفيك للاورجانيزم بتاعي بعمل له ديتكشن. برضو ان انا ادور عن نيوكليك اسيد بتاع الاورجانيزم عن طريق البي سي ار، كل دي طرق للدايركت دايجنوزز. القسم الثاني اللي هو اندايركت دايجنوزز، اندايركت انا بدور على الانتي بوديز اللي اتكونت من الاميون ريسبونس اجينست الاورجانيزم، وده عن طريق الديفرنت سيرولوجيكال تيستس اللي خدناهم قبل كده. تعالوا نراجع مع بعض ديفرنت تايبس اوف كالتشر ميديا. اول نوع وخدناه السكشن اللي فات بيزك اور سيمبل ميديا، وكانت سيمبل او بيزك ميديا كان اسمها كده ليه؟ لان الميديا دي ما فيهاش سبيشال نيوتريشنال ريكوايرمنتس، بيطلع عليها معظم الاورجانيزمز اللي مش بيحتاجوا متطلبات غذائيه معينه، اللي هم البكتيريا اللي من عامه الشعب راضيه بقليلها وبتطلع على البيزك او السيمبل ميديا. تاني نوع من انواع الكالتشر ميديا وخدناه برضو السكشن اللي فات الانريتشد ميديا، وعرفنا ان اليوزز بتاعتها ان بنستخدمها للكالتيفيشن اوف فاستيديس اورجانيزمز. كنا قلنا ان الفاستيديس اورجانيزمز دول هم البكتيريا اللي مش من عامه الشعب ولها متطلبات غذائيه معينه، وبتقولك انا مش هطلع على بيزك او سيمبل ميديا، انا هطلع على الانريتشد ميديا لو حطيت لي عليها blood or serum or egg. فأني ميديا containing blood or serum or egg is enriched media. تالت نوع من أنواع الكالتشر ميديا كان الانريتشمنت ميديا، وده هناخده إن شاء الله النهاردة، هو ورابع نوع اللي هو selective culture ميديا. طيب تعالوا ناخد فكرة كده مبدئية عن الانريتشمنت ميديا. الانريتشمنت ميديا دي هي فلويد ميديا، واحنا عارفين من السكشن اللي فات ان اي فلويد ميديا دي بتبقى preliminary step، ما ينفعش اكتفي بيها في الدياجنوزز بتاعي، لازم افصل الاورجانيزم بعدها على culture ميديا solid عشان يطلع لي الكولوني واعرف اعمل identification للاورجانيزم بتاعي.
طب امال فايدتها ايه؟ مادام كده كده هزرع على سوليد ميديا بعديها، فايدتها ان هي بتعمل انهانسمنت للجروث بتاع one organism on expense of other organism. المثال الشهير للاستخدام بتاعها عندنا لما باجي ازرع عينة الاستول، عينة الاستول دي مليانة كومنسل بكتيريا، وانا مش عايز الكومنسل دول يلخبطوني بالباثوجينيك اورجانيزمز اللي موجود، بالباثوجينيك اورجانيزم اللي موجود جوه الاستول. فبعمل ايه؟ بحط الاستول بتاعي على الانريتشمنت ميديا، اللي هيحصل ان الباثوجينيك اورجانيزم هيحصل له انهانسمنت للجروث، ويحصل انهيبيشن للجروث بتاع الاذر كومنسل، وبعد كده باخد العينه بتاعتي اقوم فصلها على سوليد ميديا. النوع الرابع من انواع الكالتشر ميديا هو السلكتيف ميديا، ومن اسمها سلكتيف فهي بتعمل سلكشن لوان اورجانيزم هو اللي بيطلع عليها وبيحصل له جروث عليها، وبتعمل انهيبيشن للاذر اورجانيزم. وده ليه؟ لان انا بحط عليها مواد معينه بتخليها سيلكتيف. السيلكتيف ميديا دي سوليد ميديا، بتبقى سوليد ميديا. فعندنا دول اربعه تايبس اوف كلتشر ميديا فور ايروبيك اورجانيزم. امال لو كان انيروبيك اورجانيزم، ده النوع الخامس من انواع الكلتشر ميديا وخدناه السكشن اللي فات برضو، ميديا فور انيروب اللي هو روبرتسون كوكد ميد ميديا. يبقى احنا عندنا 5 types of culture media، رجعناهم نراجعهم تاني مع بعض. types of aerobic media basic، والexamples اللي خدناها كانت peptone water, nutrient broth and nutrient agar. enriched culture media، والexamples اللي خدناها blood agar, chocolate agar and Loeffler serum. هناخد ان شاء الله النهاردة الـ enrichment media، ودي عندنا ليها 3 examples اللي هم selenite broth, tetrathionate broth and alkaline peptone water. وهناخد كمان ان شاء الله selective culture media، وده عندنا ليه 7 examples. لو تاخدوا بالكو احنا ملونين الـ examples بتاعتها تلات ألوان بناء على التقسيمة بتاعة السيلكتيف ميديا. السيلكتيف ميديا بنقسمها لتلات أقسام، سيلكتيف وانريتشد، ودول اللي باللون الأزرق اللي هم الليفنشتاين جينسون والتليرايت بلاد أجار والثاير مارتن أجار. الجزء الثاني سيلكتيف وديفرنشيال، وده اللي هم باللون الأسود، الماكونكي أجار، الديوكسيكوليت سيتريت أجار، والثايوسلفيت سيتريت بايل سكروز أجار. آخر جزء في التقسيمة بتاعت السيلكتيف ميديا اللي هو سيلكتيف أونلي، الإكزامبل بتاعه السابارو ديكستروز أجار اللي باللون الأحمر. types of culture media زي ما اتفقنا basic, enriched, enriched and selective, selective and differential, selective only and enrichment media. هنبتدي ان شاء الله نشرح ال enriched and selective، اول جزء من ال selective culture media. بس قبل ما ابتدي عايزين نعرف ايه المعلومات المطلوبة مننا عن كل culture media زي ما اتفقنا. المطلوب مني ابقى عارف النيم، ال appearance شكلها عامل ازاي، ال components بتاعتها ال constituent، وطريقة الـ sterilization and uses of the culture media. طيب الـ enriched and selective media عايزين نفهم ايه الـ principle بتاعتها. الميديا دي containing حاجتين، اولا هي enriched لان هتلاقي من الـ component بتاعها يا اما blood or serum or egg، لان اتفقنا الـ component دي بتخلي اي ميديا عندي enriched، فهتلاقي احد المكونات دي موجود جوه الميديا. الحاجة التانية هي سيلكتيف، لان انا حطيت برضو من الكومبوننت بتاعتي حاجة بتخليها تسلكت الجروث بتاع وان اورجانيزم وتنهبت الجروث بتاع اذر اورجانيزمز. اول اكزامبل عندي للانريتشد اند سيلكتيف ميديا هو الليفنشتاين جينسون ميديا. ليفنشتاين جينسون ميديا، الميديا دي الابيرنس بتاعها ايه؟ هي جرين، لونها جرين وسوليد ميديا، تمام،
عاملة سلوب، سلوب يعني مايلة، ما هياش محطوطة بمستوى أفقي، لا هي عاملة سلوب ومحطوطة جوه إزازة صغيرة شفافة زي ما احنا شايفين في الصورة مقفول عليها. تمام؟ لو حد بيسأل احنا ليه عاملينها على شكل سلوب، كل ما زاد السلوب ده بيزود السيرفس اريا، وكل ما زاد السيرفس اريا عندي هيزود الكولوني اللي موجودة على الاريا بتاعة الكالتشر ميديا. طيب بعد ما عرفنا الابيرنس عايزين نعرف الكومبوننت. الكومبوننت عندي عبارة عن ثلاث حاجات. اول حاجة الايج، الايج هو اللي خلاها انريتشد، وحاطين معاه مية مع مالاكايت جرين. مالاكايت جرين دي عبارة عن صبغة او داي، الداي دي هي اللي خلت الفينشتاين جينس ميديا سيلكتيف عندي. طيب كل سيلكتيف ميديا مطلوب عندي اعرف هي سيلكتيف ليه، حطيت فيها ايه خلاها سيلكتيف، وسيلكتيف لمين. سيلكتيف لمين؟ الفينشتاين جينسون سيلكتيف فور ايزوليشن اوف مايكو بكتيريوم تيوبركلوزز، البكتيريا اللي بتعمل مرض السل او الدرن. تمام؟ طيب ليه؟ لان انا حطيت فيها الملاكايت جرين زي ما اتفقنا. الاستيرلايزيشن بتاعي عن طريق الووتر والملاكايت جرين بيدخلوا الاوتوكلاف عادي عند درجة 121 لمدة ربع ساعة. الايج انا عايز المكونات اللي جواها زي ما هي، فمش هينفع تدخل الاوتوكلاف عند درجة حرارة عالية. وبالتالي بعمل ايه؟ بغسلها كويس بالانتيسيبتك سوليوشن، وبعد كده بكسرها اندر اسيبتك تكنيك. تاني اكزامبل عندي للانريتشد اند سيلكتيف ميديا هو ماكلويد تيلورايد بلاد اجار. ماكلويد تيلورايد بلاد اجار، ومن اسمه ده عبارة عن بلاد اجار وزودنا له بوتاسيوم تيلورايد. البوتاسيوم تيلورايد ده هو اللي خلاه سيلكتيف، وخلاه سيلكتيف لمين؟ لأورجانيزم اسمه كوريني بكتيريوم ديفتيريا. كوريني بكتيريوم ديفتيريا. طيب الابيرنس بتاعه عامل ازاي؟ هو زي وزي البلاد اجار بالظبط في الابيرنس، ما اقدرش افرق بينهم بالنظر، يعني عبارة عن كالتشر ميديا لونها ريد واوبيك. تمام؟ الاستيرلايزيشن نفس معاملة البلاد اجار بالظبط. كنا لو تفتكروا كنا بنقول ان انا بسحب البلاد اندر اسيبتك تكنيك وبحط نيوتريانت اجار. هو البلاد اجار عبارة عن نيوتريانت اجار وبلاد، فالبلاد بسحبه اندر اسيبتك تكنيك، والنيوتريانت اجار بحطه في الاوتوكلاف عادي مفيش اي مشكلة. اليوزز بتاعته زي ما اتفقنا ايزوليشن اوف كوريني بكتيريوم ديفتيريا. والحاجة التانية الديفتيريا دي في تحتيها كذا سبيشيز، يعني هي عيلة وتحتيها سبيشيز مختلفة، فالكالتشر ميديا دي لما ازرع عليها الكوريني بكتيريوم ديفتيريا تقدر تفرق لي بين السبيشيز المختلفة بتاعتها اكوردنج للكالر بتاع الكولوني اللي طالع، اكوردنج كمان للريدكشن اوف تيلورايد، بيختلف لون الكولوني من سبيشيز للتانية. وبالتالي الميديا دي بنقول عليها هي انريتشد لان هي كونتيننج بلاد، وسيلكتيف لان هي كونتيننج البوتاسيوم تيلورايد، وديفرنشيال لان هي كان ديفرنشيت بتوين سبيشيز اوف كوريني بكتيريوم ديفتيريا انتو 3 تايبس. النوع الثالث من انواع الانريتشد اند سيلكتيف ميديا هو الثاير مارتن اجار. ثاير مارتن اجار الكومبوننت بتاعته عبارة عن شوكولات اجار، وده كان نوع من انواع الانريتشد ميديا، حطينا عليه انتي بايوتكس. حطينا عليه انتي بايوتكس. الانتي بايوتكس دول بيعملوا انهبيشن للجروث اوف اول اورجانيزم اكسبت الباثوجينيك اورجانيزم اللي انا بدور عليه، اللي هو هنا عندي اكزامبل ليه نايسيريا. النايسيريا لما اجي اعوز افصل النايسيريا وجايبه سبيسمن كونتيننج كومنسال اورجانيزم يعني نون ستيرايل بودي سايتس، انا جايب السبيسمن بتاعتي من نون ستيرايل بودي سايتس وشاكك ان فيها نايسيريا، لازم ازرعها على ثاير مارتن اجار. النايسيريا بتطلع على الثاير مارتن والاذر كومنسال بيحصل لهم انهبيشن بالانتي بايوتكس، وبالتالي الميديا دي بتبقى سيلكتيف.
due to presence of antibiotics. الابيرنس بتاعها زي الشوكليت اجار بالظبط، والاستيرلايزيشن زي الشوكليت اجار ما اتفقنا برضو، البلاد اندر اسيبتيك تكنيك والنيوتريانت اجار بيدخل الاوتوكليف عادي. تعالوا نتكلم على النوع اللي هو سيلكتيف اونلي. سيلكتيف الاكزامبل عندي على السيلكتيف كلتشر ميديا اونلي هو سيلكتيف ميديا فور فانجاي. اسمه ايه؟ اسمه سابارودكستروز اجار. سابارودكستروز اجار الابيرنس بتاعه زي ما احنا شايفين في الصوره، هو لونه يلو وترانسبرنت، شفاف، اصفر شفاف، زي مين لو تفتكروا من الميديا اللي خدناها قبل كده؟ ايوه، شبه النيوتريانت اجار في الابيرنس، صعب التفرقه بينهم بالنظر. طيب ايه الكومبوننت بتاعته؟ من اسمه سابارو دكستروز بروث، ده السائل اللي بحط عليه اجار باودر عشان اعمل سوليديفيكيشن للميديا بتاعتي، وبحط عليه حاجتين عشان اخليه سيلكتيف للفنجاي. ايه الحاجتين دول؟ اول حاجة الكلورامفينيكول. الكلورامفينيكول ده احنا عارفين ان هو انتيبيوتيك، فبيعمل انهيبيشن للجروث اوف بكتيريا. الحاجة التانية السايكلوهكسيدين. السايكلوهكسيدين ده عبارة عن مادة بتعمل انهيبيشن للجروث اوف سابروفيتك فانجاي. الفانجاي في منها نوعين، الباثوجينيك اللي هو بيعمل الديزيز والامراض، وده اللي انا عايزاه يطلع على الميديا عندي، والسابروفيتك فانجاي هي اللي بتعيش حوالينا في الانفايرومنت وانا مش عايزاها تطلع وتلخبطني في الايه على الميديا بتاعتي. وبالتالي انا بحط السايكلوهكسيدين عشان يعمل انهيبيشن للجروث اوف سابروفيتك فانجاي. الحاجه الثانيه اللي خلت الميديا دي سيلكتيف للفانجاي ان انا خليت البي اتش بتاعتها اسيدك، والفانجاي بتحب تطلع في الاسيدك بي اتش. الستيرلايزيشن بتاعها عادي، بيدخل الاوتوكلاف مفيش اي مشكلة. اليوزز بتاعته ايزوليشن اوف فانجاي اند ييست زي ما اتفقنا. طيب هنتكلم على اخر نوع من انواع السيلكتيف ميديا، وهو اسمه سيلكتيف اند ديفرنشيال، وزي ما اتفقنا ده عندي له 3 اكزامبلز. عايزين الاول نفهم البرنسبل بتاع السيلكتيف اند ديفرنشيال ميديا. اولا هي سيلكتيف ليه؟ لان هي زي ما اتفقنا كونتيننج سيلكتيف سبستنس، بتسلكت اورجانيزم معين ان هو يطلع عليه. طيب ديفرنشيال ليه؟ لان انا بحط عليها في الكومبوننت بتاعتها شوجر، ايا يكن الشوجر ده اسمه ايه، هنشوف في كل ميديا ايه الشوجر اللي بحطه. وبحط حاجه تانية اسمها بي اتش انديكيتور. بي اتش انديكيتور، والله لو الاورجانيزم عمل شوجر فيرمنتيشن، احنا عارفين خدنا قبل كده في البايوكيمستري ان الشوجر فيرمنتيشن بيتكون منه ناتج عنه بيبقى فيه اسيد، فالبي اتش بتاع الكالتشر ميديا بيبقى اسيدك، وبالتالي البي اتش انديكيتور هيغير لون الكالتشر ميديا الى لون اخر. لو ما حصلش فيرمنتيشن يا اما هيفضل اللون زي ما هو، او هيغيروا للون مختلف عن اللي حصل لما حصل شوجر فيرمنتيشن. طيب تعالوا نشوف الاكزامبلز بتاعتي. اول اكزامبل عندي على السيلكتيف اند ديفرنشيال ميديا كلتشر ميديا اسمها ماكونكي اجار. ماكونكي اجار، طيب الماكونكي ده شكله عامل ازاي يا دكاتره؟ هو بينك وترانسبرنت، بينك وترانسبرنت زي ما احنا شايفين في الصورة. ما يلخبطنيش بالبلد، البلد بيبقى لونه ريد واوبيك، انما ده بيبقى شفاف، بيبقى شفاف ولونه افتح من البلد شوية. ايه الكومبوننت بتاعته؟ ده عبارة عن اجار وكونتيننج زي ما اتفقنا، هو ليه ديفرنشيال؟ لانه كونتيننج لاكتوز شوجر وكونتيننج بي اتش انديكيتور اسمه نيوترال ريد. نيوترال ريد، ايه اللي خلاه سيلكتيف؟ اللي خلاه سيلكتيف ان انا حاطه فيه حاجتين، بايل سولز وكريستال فايلوت. الميديا دي سيلكتيف لايه؟ هي سيلكتيف للجرام نيجاتيف باسيلاي. معظم الجرام نيجاتيف باسيلاي تقدر تعيش في الانتستين سواء كانت كومنسال
او باثوجينيك بتعمل ديزيزز في الانتستين. وبالتالي احنا عارفين ان الانتستين اصلا فيها بايل سولتس بكونسنتريشن عالي، فهي تقدر تستحمل انها تعيش في كونسنتريشن عالي من البايل سولتس. ده اللي خلاها سيلكتيف، لان الاورجانيزمز اذر اورجانيزمز ذان جرام نيجاتيف باسيلاي ما بتقدرش تعيش في الايه في الكونسنتريشن بتاع البايل سولتس. فهي زي ما اتفقنا اليوزز بتاعتها هي سيلكتيف للجرام نيجاتيف باسيلاي، وهي كمان بتعمل ديفرنشيشن للجرام نيجاتيف باسيلاي، بتقسمهم للاكتوز فيرمنتر ونون لاكتوز فيرمنتر. زي ما اتفقنا الاورجانيزم اللي بيعمل لاكتوز فيرمنتيشن هيغير لون الميديا الى لون، واللي بيعمل نون لاكتوز فيرمنتيشن هيغيرها للون اخر. مش هو اللي بيغير اكشوالي، هو الاسيد اللي تكون نتيجه الفيرمنتيشن بيخلي البي اتش انديكيتور يغير لون الميديا الى لون اخر. طيب الاستيرلايزيشن بتاع الميديا بالاوتوكلاف مفيش اي مشكله. عندي ميديا تانية، تاني اكزامبل للسيلكتيف اند ديفرنشال ميديا اللي بنقول عليها دي سي اي. دي سي اي ده اختصار لديوكسيكوليت ستريت اجار. ديوكسيكوليت ستريت اجار هي بالظبط شبه الماكونكي اجار في حاجات كتيرة جدا، تختلف عنها بس في حاجتين. اول حاجة هي شبهه في ان الكومبوننت بتاعتها عبارة عن اجار ولاكتوز ونيوترال ريد انديكيتور وبرضو كونتينينج بايل سولتس، ولكن الاختلاف اللي بينه وبين الماكونكي ان البايل سولتس في الدي سي اي بيبقى ان هاير كونسنتريشن عن الماكونكي. وبالتالي حطيت فيها كمان من اسمها صوديوم ستريت، السي اختصار لصوديوم ستريت، تمام. فدي الكومبوننت بتاعتها. نتيجة ان هي containing higher concentration of bile salts خلاها more selective عن المكونكي، وبالتالي بيطلع عليه اليوزز بتاعته isolation of shigella and salmonella. الشيجيلا and salmonella دول جرام نيجاتيف باسيلاي، من ضمن الجرام نيجاتيف باسيلاي اللي ممكن يطلعوا على المكونكي كمان، يعني هم actually بيطلعوا على المكونكي برضو، ولكن انا لو شاكك فيهم بعوز ازرعهم على حاجة highly selective عن الماكونكي، فبختار ساعتها الـ DCA. هو ليه highly selective؟ لان زي ما اتفقنا هو containing higher concentration of bile salts، وبالتالي قدرت ان انا استخدمه مخصوص للسالمونيلا والشيجيلا. الابيرنس بتاعه والاستيراليزيشن زي الماكونكي بالظبط، ما فيش اي اختلاف، وبالتالي بالنظر انا ما اقدرش افرق بين الدي سي اي وبين الماكونكي. لكن انا لو شاكك ان البيشنت اللي عندي عنده سالمونيلا او شيجيلا، السالمونيلا احنا عارفين بتعمل التايفويد فيفر اللي هو حمى التايفويد، الشيجيلا بتعمل الديزنتري، لو شكيت ان العيان اللي جاي لي عنده التو اورجانيزمز دول حاجه منهم يعني، فساعتها بختار انهي كالتشر ميديا؟ بختار الدي سي اي. ايه الكالتشر كاركتر اللي بتطلع عندي لما ازرع السبيسمن بتاعتي على الماكونكي اجار؟ لو كان الاورجانيزم لاكتوز فيرمنتر زي ما اتفقنا هيتكون عندي اسيد، هيبقى فيه اسيدك بي اتش، والبي اتش انديكيتور هيغير لون الميديا الى روز بينك، هيغير لون الكولوني حوالين والميديا حوالين الكولوني عندي الى روز بينك زي ما احنا شايفين في شمال الصورة وشايفين في الصورة اللي فوق. طب لو كان نون لاكتوز فيرمنتر ايه اللي هيحصل؟ هيتغير اللون الى لون بيل يلو زي ما احنا شايفين على يمين الصورة وشايفين في الصورة اللي تحت، هيبقى اللون عندي بيل يلو. عشان كده الميديا الماكونكي دي زي ما اتفقنا هي differential media، it can differentiate between lactose fermenter and non-lactose fermenter organism. تالت اكزامبل عندي على selective and differential media، ميديا اسمها TCBS. TCBS الاختصار ده معترف بيه،
الاختصار ده actually هو الحروف الأولية للكومبوننت بتاعت الميديا دي. تعالوا نشوف ايه الكونستيتوينت بتاعتها. اولا هي containing agar, containing sodium thiosulfate ده اختصار حرف التي, و sodium citrate ده اختصار حرف السي, و bile salts اختصار البي, و سكروز ده اختصار الاس, و alkaline pH, و bromothymol blue indicator. واحدة واحدة, ايه اللي خلاه سيلكتيف؟ اللي خلاه سيلكتيف هم اول ثلاث حروف من اسمه, الصوديوم ثيوسلفيت والصوديوم سيتريت والبايل سولز. حاجة كمان خلاته سيلكتيف ان هو الكالاين بي اتش. الالكالاين بي اتش دي بتعمل انهيبيشن للجروث اوف اول اورجانيزم ما عدا اورجانيزم واحد هو اللي يقدر يعيش في البي اتش الالكالاين وبيحبها جدا. هو مين؟ الفيبريوز. الفيبريوز اللي من ضمنها الفيبريو كوليرا اللي بيعملوا ده الكوليرا الشهير, بيحبوا جدا الالكالاين بي اتش, وبالتالي التي سي بي اس ده اليوزز بتاعته ايزوليشن اوف فيبريوز. الحاجه الثانيه الميديا دي ديفرنشيال. ديفرنشيال ليه؟ لان احنا حطينا عليها شوجر اللي هو هنا السكروز شوجر, وحطينا بي اتش انديكيتور اسمه برومو ثايمول بلو. فالكومبوننت بتاعتها هي اللي خلته سيلكتيف وديفرنشيال. طيب الابيرنس بتاعه ايه يا دكاتره؟ هو جرين وترانسبرنت بليت. يمكن الميديا دي مميزه جدا جدا, اول ما تشوفها دي ميديا الخضره دي يونيك جدا عندنا, يعني ما فيش زيها. فاول ما نشوف الميديا الخضره دي نعرف ان هي تي سي بي اس. الاستيرلايزيشن بتاعها عادي في الاوتوكلاف. اليوزز بتاعتها زي ما اتفقنا ايزوليشن اوف فيبريوز وديفرنشيت الفيبريوز الى سكروز فيرمنترز ونون سكروز فيرمنترز. نفس الفكره بالظبط بتاعت الماكونكي, لو زرعت عليها الاورجانيزم وكان بيبقى سكروز فيرمنتر, البروموثايمول بلو بي اتش انديكيتور هيغير لون الميديا الى لون يلو زي ما احنا شايفين. يبقى دي الكالتشر كاركتر بتاعتي على التي سي بي اس ميديا. يا اما يبقى الاورجانيزم سكروز فيرمنتر هيديني لون يلو زي ما احنا شايفين كده حوالين الكولوني بتاعتي والاورجانيزم, يا اما يبقى سكروز نون فيرمنتنج اورجانيزم هيديني لون اخضر, هيفضل اللون زي ما هو مش هيتغير ويفضل اللون اخضر زي ما هو. يبقى هو بيقسم عيلة الفيبريوز تحتيها سبيشيز, كان ديفرنشيت بتوين السبيشيز بتاعتها لسكروز فيرمنتنج اورجانيزم ونون سكروز فيرمنتنج فيبريوز. يبقى تلخيصا للسيلكتيف ميديا زي ما اتفقنا, سيلكتيف اند انريتشد ميديا قلنا اللوفنشتاين جينسون والتيلورايد بلاد اجار والثاير مارتن اجار. اتكلمنا برضو على السيلكتيف اند ديفرنشيال ميديا, وعرفنا ان الاكزامبلز بتاعته هو الماكونكي والدي سي اي والتي سي بي اس اللي هو ثايوسلفيت سيتريت بايل سكروز اجار. واخر اكزامبل عندي على السيلكتيف ميديا اللي كان سيلكتيف اونلي هو السبارود اكستروز اجار, وكان سيلكتيف فور فانجول. ننتقل ل الطيب الرابع من انواع الكالتشر ميديا اللي هو الانريتشمنت ميديا. الانريتشمنت ميديا زي ما اتفقنا في بداية السكشن قلنا ان هي كلها عبارة عن فلويد ميديا, وقلنا ان هي preliminary step before culture on selective solid media. يبقى انا باخدها كخطوة مبدئية عشان ازود الجروث بتاع الاورجانيزم اللي انا suspecting ان هو موجود, واعمل inhibition للgrowth of other organism. ولكن ال presence of organism هيظهر على شكل ايه؟ على شكل turbidity. احنا اتفقنا ان الفلويد ميديا بشوف الجروث اوف اورجانيزم على شكل turbidity. عشان اعرف بقى مين الاورجانيزم لازم ازرع على سوليد ميديا عشان تظهر عندي الكولون. طيب
مين الاكزامبل بتاعت الانريتشمنت ميديا؟ هما ثلاثة. عندي سيلينايت بروث. السيلينايت بروث ده ايه الابيرنس بتاعه؟ زي ما احنا شايفين في الصورة، ده عبارة عن فلويد ميديا لونها اصفر، لونها اصفر وشفاف، شبه مين لو تفتكروا شفناه قبل كده؟ شبه النيوتريانت بروث. هما بالظبط شبه بعض في الايه، في الابيرنس، بس النيوتريانت بروث كان بيزك ميديا، انما ده انريتشمنت ميديا. طيب ايه اليوزز بتاعتها يا دكاتره؟ اليوزز بتاعتها ان انا بستخدمها للايزوليشن اوف سالمونيلا اند شيجيلا فروم ستول. يعني انا لو واخد عينه ستول وشاكك ان فيها سالمونيلا او شيجيلا، اول حاجه بحطها على السيلينايت بروث عشان تعمل انهانسمنت للجروث بتاع السالمونيلا والشيجيلا، وتعمل انهبيشن للجروث بتاع الكومنسل، وبعد كده باخد العينه بتاعتي ازرعها على سيلكتيف سوليد ميديا. اللي هي مين بقى لو شطار بقى، مين هنا اللي هستخدمها؟ برافو، الدي سي اي. الدي سي اي زي ما اتفقنا كانت سيلكتيف للايه، للسالمونيلا والشيجيلا. تمام. طيب عندي مين كمان يا دكاتره؟ تاني اكزامبل للانريتشمنت ميديا هو التيتراثيونيت بروث. التيتراثيونيت بروث نفس الابيرنس بتاع السيلينايت بروث، ده فلويد ميديا ولونها اصفر وشفاف، وبستخدمها للسالمونيلا لما اجيبها من الاستول. يعني هي زي بالظبط اليوزز بتاعت السيلينايت، بس هي للسالمونيلا وليس للشيجيلا. ممكن استخدم مع السالمونيلا سيلينايت او تيتراثيونيت بروث، ونفس الفكره بالظبط اكمل على الدي سي اي. طيب اخر اكزامبل عندي في الانريتشمنت ميديا حاجه اسمها الكالاين بيبتون ووتر. الالكالاين بيبتون ووتر ده هو بالظبط البيبتون ووتر اللي كنا خدناه في البيزك ميديا لو فاكرين، كان من ضمن الاكزامبل اوف بيزك ميديا البيبتون ووتر، وخليت البي اتش بتاعته الكالاين زي ما اتفقنا. مين الاورجانيزم اللي بيحب الالكالاين بي اتش؟ هو الفيبريو. وبالتالي لما اجيب عينه ستول وشاكك ان فيها فيبريو كوليرا، هحطها الاول على الكالاين بيبتون ووتر عشان تعمل انهانسمنت للجروث بتاع الفيبريو اون اكسبانس اوف اذر كومنسل، وبعد كده ازرع على سيلكتيف سوليد ميديا اللي هي عندي مين بقى؟ السيلكتيف للفيبريو بالظبط كده، اللي هي التي سي بي اس اللي هي كان لونها اخضر. عندي سكيم وسمري للاستيرلايزيشن. كل الاجار بيزد كلتشر ميديا بنعمل لها استيرلايزيشن في الاوتوكلاف عند درجة 121 لمدة ربع ساعة، اكسبت ما عدا الهيت سنسيتيف ميديا. مين عندي بقى في الميديا اللي ذكرناها خلال السكشن ده والسكشن اللي فات؟ هيت سنسيتيف ميديا لو تفتكروا كان اللوفلر سيرم ميديا، لان السيرم ده هيت سنسيتيف، فانا دايما السيرم بعمل له ستيرلايزيشن باي فلتريشن اند كوخ ستيمر. عندي الاكسبشن الثاني البلاد اند تشوكليت اجار، وبرده ذكرنا السكشن النهارده البوتاسيوم تيلورايت ماكلويد تيلورايت بلاد اجار والثاير مارتن، لان دول البيز بتاعهم بلاد وتشوكليت اجار. كلهم كان الاستيرلايزيشن بتاعهم ازاي؟ هما بنقول عليهم partially autoclave. partially autoclave ليه؟ لان البلاد بيتاخد under complete aseptic technique، والنيوتريانت اجار بيتحط في الاوتوكلاف. هما عباره عن بلاد ونيوتريانت اجار. النيوتريانت اجار مفيش مشكله بيدخل الاوتوكلاف، لكن البلاد بيتسحب under aseptic technique. برضو لو تفتكروا الاكزامبل اللي كان خدناه النهارده وكان يعني اكسبشن من الاوتوكلاف، الليفنشتاين جينسون ميديا. الليفنشتاين جينسون كنا بنقول برضو ان هي بارشالي باي اوتوكلاف. الووتر و الملاكايت جرين بيدخلوا الاوتوكلاف، انما الايج بنغسلها بنعمل لها ووشنج باي انتيسيبتيك سوليوشن ونكسرها اندر اسيبتيك تكنيك. فما عدا الاكسبشنز دول كل الكالتشر ميديا بنستخدم في الاستيرلايزيشن بتاعهم الاوتوكلاف عند درجة 121 لمدة ربع ساعة. عايزين نعرف how to select media to inoculate any given specimen. احنا خدنا انواع كتير جدا من الكالتشر ميديا،
وعرفنا ان اول خطوه للتشخيص المرض ان انا بعمل سبيسمن كولكشن، خدت السبيسمن بتاعتي وبعد كده عرفنا ان احنا بنعمل ايزوليشن على كلتشر ميديا، هل يعقل ان انا ازرع السبيسمن بتاعتي على كل انواع الكلتشر ميديا اللي احنا خدناها؟ لا طبعا. امال الاختيار بيكون بناء على ايه؟ بناء على selection is usually based on the organisms most likely to be involved in the disease process. يعني ايه؟ يعني الأورجانيزم اللي انا شاكك انه هو اللي عامل الديزيز اللي قدامي بختار الكالتشر ميديا المناسبة ليه اللي هيحصل growth للأورجانيزم ده عليها. For example انا شاكك في fungal infection، يبقى هختار ان انا ازرع السبيسمن بتاعتي على سابارودكستروز اجار ميديا. شاكك في فيبريو كوليرا، ازرع على الكالاين بيبتون ووتر ثم تي سي بي اس زي ما اتفقنا. ايا يكن شاكك مثلا في سالمونيلا وشيجيلا، نزرع على الانريتشمنت ميديا بتاعتهم وبعدين على الدي سي اي وهكذا. نقطة تانية لازم اخدها في الاعتبار ان انا لو واخد الاسبيسمن بتاعتي من نون ستيرايل اريا كونتينينج نورمال فلورا، لازم حتما ولا بد ازرع على سيلكتيف ميديا. ليه؟ عشان انا اعمل انهيبيشن للجروث اوف كومنسلز. فور اكزامبل لو واخد العينه بتاعتي من ثروت سواب او ستول سامبلز، المناطق دي مليانه كومنسل، لازم ازرع في الحاله دي على سيلكتيف كلتشر ميديا. عايزين نستكمل خطوات اللاب دياجنوزز بتاعي. احنا ابتدينا اللاب دياجنوزز اوف انفكشوس ديزيز بالسبيسمن كولكشن، وعرفنا ان احنا بناخد السبيسمن اكوردنج للكومبلين اوف ذا بيشنت. بعد كده بعمل دايركت فيلم، وعرفنا ان الدايركت فيلم ده عباره عن هلاقي الاورجانيزم موجود، انا باخده دايركتلي من السبيسمن بفرده على السلايد وبصبغه بالجرام ستين او اني سبيشال ستين، وبشوف الاورجانيزم وذين باس سيل اللي هي الكور الحمراء اللي بتبان بالجرام ستين، لان انا واخد العينه من واخد الفيلم من العينه مباشره. بعد كده باخد السبيسمن بتاعتي واعمل لها ايزوليشن على كلتشر ميديا، وعرفنا انواع الكلتشر ميديا المختلفه، وعرفنا انا بختار الكلتشر ميديا بناء على ايه. بعد كده بعمل ايدنتيفيكيشن اوف بكتيريال ايزوليتس. يعني ايه ايدنتيفيكيشن اوف بكتيريال ايزوليتس؟ يعني الكولوني اللي طلعت لي على الكالتشر ميديا عايز اعرف مين الاورجانيزم اللي عملها، مين الاورجانيزم اللي طلع على الكالتشر ميديا ده. اعرف ازاي؟ بعرفه باربع حاجات. اول حاجه كولونيال مورفولوجي اند كالتشر كاركترز. يعني ايه؟ ايه الشكل الكولوني نفسها بنقعد نوصفه، وهو بيختلف من اورجانيزم للتاني بناء على شكل الكولوني اقدر اعرف مين الاورجانيزم اللي الموجود اللي عمل جروث على الكالتشر ميديا. الحاجه الثانيه الكالتشر كاركتر، ايه الحاجات اللي غيرها في الكالتشر ميديا وبناء عليه اعرف مين الاورجانيزم. تاني حاجه بعمل بيها ايدنتيفيكيشن مايكروسكوبيك ابييرنس، المره دي بسميه ان دايركت فيلم. يعني ايه ان دايركت فيلم؟ يعني باخد الكولوني دي واقوم فاردها على السلايد واصبغها بالجرام ستين وابص تحت الميكروسكوب، هو بالظبط نفس الدايركت فيلم في الشكل اللي هيطلع لي، نفس المورفولوجي بتاع الاورجانيزم والجرام رياكشن والارنجمنت. الفرق الوحيد هو ان مش هلاقي باسل في الان دايركت فيلم، ما بيبقاش فيه باسل لان انا واخد العينه بتاعتي من الكالتشر ميديا وليس من السبيسمن. الحاجة التالتة اللي بعمل بيها ايدنتيفيكيشن هي البيوكيميكال رياكشنز، ودي لها سكشن مستقل ان شاء الله هناخده السكشن الجاية. والميسيلينياس تيست، الميسيلينياس تيست دي لو في سبيسيفيك تيست مخصوصة للأورجانيزم اللي انا شاكك فيه بعملها، لو في حاجات متفرقة ليه مخصوصة ليه يعني. طيب تعالوا نتكلم على الكولوني مورفولوجي والكالتشر كاركتر. احنا عرفنا ان الكولوني هي الـ visible growth of
multiplication of microorganism on solid media, multiplication من single mother cell أو single mother bacterial cell. لما بيحصل multiplication على الكالتشر ميديا والجروث بتاعه أنا بشوفه على شكل مستعمرة أو كولوني. الكولوني دي بتختلف من أورجانيزم للتاني في أكتر من حاجة، بتختلف في السايز، الشيب، الأوبتيكال كاركتر، الإدج، إليفيشن، والكالتشر كاركتر. أي كولوني لازم أوصفها في الأيتمز دي المختلفة دي، بنقعد نوصفها وبناء على الوصف اللي طلع لي أنا بعرف مين الأورجانيزم اللي موجود اللي عمل الجروث. السايز اوف كولوني ممكن يبقى سمول او انترميديت او لارج، زي ما احنا شايفين في الصورة اللي موجودة عندنا في تفاوت في احجام الكولوني، حتى الكلر بتاعها مختلف. يعني الاورجانيزم كل اورجانيزم بيبقى الكولوني بتاعته ثابتة من ناحية الكلر او السايز، انما لما يبقى فيه اختلاف ده معناه ان دول different organisms، فأقدر أفرق بين الأورجانيزمز بينهم وبين بعض بالسايز أوف كولوني أو الكالر. برضو الشيب، في ممكن يكون الكولوني الشيب بتاعها سيركولر أو الريجولر زي ما احنا شايفين. الأوبتيكال كاركتر يعني هل هي أوبيك ما تقدرش تشوف اللون بتاع الكالتشر ميديا من وراها، ولا ترانسبرنت شفافة بتعرف تشوف الكالتشر ميديا من وراها. Elevation of the colony، الكولوني الدايرة نفسها هل هي raised مرتفعة عن السطح بتاع الكالتشر ميديا، ولا convex محدبة عاملة كده ارتفاع معين convex، ولا flat واخدة نفس السطح بتاع الكالتشر ميديا ما هياش مرتفعة عنه، ولا amburate. amburate ده عامل زي لما تبص عليها من فوق، عارفين لما البيض اللي بعيون، هو نفس المنظر بالظبط، كأن الصفار كده طالع بارز لفوق والبياض تحتيه، فهو عامل نفس المنظر. عندنا الإدج ممكن يبقى انتاير اللي هو سموث كده داير ما يدور، أو سريت مشرشر، أنديوليت ده لما يبقى متموج، يعني الشرشرة أجمد من اللي هي السريت، يعني داخلة لجوة شوية. عندنا الشكل اللي هو لوبيت عامل زي لوبز كده، والرايزويد اللي هو عامل زي جذور الشجرة. شكل الكولوني ممكن يبقى فيلامنتس، وده بالذات في الفانجاي بتحس ان هي عاملة زي الخيوط، فالإيدج بتاعها بيفرق من أورجانيزم للتاني بالأشكال المختلفة دي. بالنسبة للكالتشر كاركتر، ده الإفكت أوف أورجانيزم أون كالتشر ميديا. إحنا عرفنا في السكشن اللي فات بعض الكالتشر كاركتر، فور إكزامبل الإندو بيجمنت بتاع الستاف على النيوتريانت أجار، الإكزو بيجمنت بتاع السودوموناس على النيوتريانت أجار اللي هو الجرين كالر، شفنا السوار من موتيليتي بتاع البروتيوس على النيوتريانت أجار، شفنا الديفرنت كالتشر كاركتر أوف بلد أجار، البيتا هيموليتك أو الألفا أو النو هيموليسز. السكشن بتاع النهاردة شفنا فيه الكالتشر كاركتر أوف ماكونكي أند دي سي اي اللي هو روز بينك كولوني لو هو لاكتوز فيرمنتينج، أو بيل ييلو لو هو نان لاكتوز فيرمنتينج. شفنا الكالتشر كاركتر بتاعة التي سي بي اس ييلو كالر في حالة السكروز فيرمنتينج كولوني، أو نون سكروز فيرمنتينج بيفضل اللون جرين زي ما هو. فكل الكالتشر كاركتر دي اقدر استخدمها في الايدنتيفيكيشن اوف مايكرو اورجانيزم. عرفنا الديفرنت كولونيال مورفولوجي اند كالتشر كاركترز، ان شاء الله الميكروسكوبيك ابييرنس، البايوكيميكال رياكشنز، والميثيلينيس تيست ويل بي ديسكاست ليتر في السكشن الجايه باذن